إيمو دبحتوني شتردون من عندي يا معودين أنا كل شي ما مسويه. أنت كل شي ما مسويه، أنت شنو تشتغلين بالله؟ أنا مدرسة واليوم كان عندي امتحان ولازم أرجع للبيت من وقت حتى أصحح الأوراق. الله تصحح الأوراق، هو هذا سبب الخطف. سامع هذا الصوت؟ ها شنو؟ هاي منو؟ هذا الصوت مو غريب علي، مو غريب علي. إيدي هو هذا سبب الخطف. هي إي إي شنو منو؟ افتح افتح هاي. فتحي لها بالله. يلا احنا ليش خافينك اصلا؟ لانه انت لو تموتين ما تطين درجه واحده للطالبات. فاحنا يا اختي ما شاء الله تروح للامتحان وترجع كلش مزفته. اوكي هي ايدها ثقيله. ايوه ثقيله حيل بالتصحيح. نزلي تري اباكي. انت وين بالصف؟ انت هنا مخطوفه. ايش بيها ايدها ثقيله؟ ايدها ثقيله بالتصحيح. لو ربع خطا تصفر السؤال كله. ليش؟ هو امشي على الخطوات، اعطي درجه درجتي لحد ما هاي. ليش كله خطا؟ استاذ ما اعطي درجه اذا ما تستحقها. ما ماكو. يلا طلعي ورقه اختي، طلعيها وهسه تصحينها وتنجحيها قدامنا. يلا 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 هاي ورقه اختي. يلا 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 السؤال الاول. يلا هذا شنو؟ ايش كاتبه؟ ها وش هاي؟ شمس اخمه؟ شنو خطا ولا شمعه زين؟ صدق كذب. انا هيك علمتكم الخطوات كلها صحيحه بس الناتج خطا. خلاص لا تعطينا 10 10. الخطوات صح، الناتج ليش غلط؟ ها شنو 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 تعطيها 10؟ لقيت الخطوات كلها صحيحه بس الناتج خطا، اعطيها 10. لا ها احنا ناس حقانيين. 8 كافي. ما شاء الله على المبادئ والقيم، احنا ناس حق. اعطيها 8، اعطيها صارتي حقانيه هنا. يلا 8. فوتي على السؤال الثاني. هذا الثاني اي شلونها؟ شكو الله يا ربي. ولد شم عزيه شم صخمه. وش هاي كاتبه؟ محله نفس الناتج بالدفتر. خلاص تعطيها درجه كامله. لا 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 هنا انا مغيره الارقام. وانت ليش تغيرين الارقام؟ جيبي نفس الموجود بالكتاب. اعطيها 10 صح. اعطيها 10، اعطيها 10 عود ان شاء الله بالامتحان الجاي نقول لها انتبهي خاف الاخوان مغيرين الارقام. استاذ قصرت هوايه درجه. تموتين لو تطين. يلا 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 راح تموت وما تطين درجه. هاي 10. يلا فوتي على السؤال الثالث. يلا فوتي على السؤال الثالث. هذا السؤال الثالث. شم صخمه شم عزيه؟ لا مصخمه ولا معزيه. ترك هذا سؤال ترك. نجحتي لو بعدك؟ لا بعد. صدق هذا الرابع. فلوري مال درجات. يلا السؤال الرابع. يلا شنو؟ ما شاء الله ما شاء الله كله صح، درجه كامله لك. يس يس. شلون جبتي هذه درجه كامله؟ مو هذا السؤال غشيته من سمر. يا يمه يا يمه غشيته من سمر. اني اكو غش بالحصه مالتي؟ شنو صفر؟ شنو اعطيها درجه كامله؟ اعطيها درجه كامله. عود اعطيها صفر. السمر شنو علاقه احنا بها؟ اعطيها درجه كامله. يلا عود سمر غشيته من عزيز. نجحتي لو بعدك؟ لا بعد. هذا 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 الخامس. سؤال خامس. شنو؟ شنو؟ لا شو شو محله؟ ما لحقت احله. دق الجرس. دق الجرس. ما حله ولا سؤال ولا سؤال. ما دام ما لحقتي قومي ستي. صفر صفر. لا لا قومي وقفي هنا. قومي وقفي 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 وقفي. تعالي قاعدي. اي قاعدي هنا. اي قاعدي. انت مو تقولين ما لحقيت؟ انا من يمي راح اعطيك 3 ساعات بس هالسؤال. اعطيها 6. انطيها هاتش هاتش. حلي السؤال هذا المالح. هو سؤال صعب 6 هذا لو شنو؟ لا اصلا هذا سهل سهل. انا منطيته مساعده لهم. موتك تقول لك جايبته مساعده وما حلت. يلا حلي. زين خليها تحلي. ما كنت تحلي. مو تقولي. يلا حلي حلي. تعرفين تحلينه؟ ست تعطيها الكتاب بالله. راح تفتحين الكتاب وتحلين. يلا. هذا السؤال. يلا حلي. هم ما تعرفين ست. نعم. احنا اسفين. صح انت شكلك ما تطين درجه لو تموتين بس والله طلع صوتك من عندنا اختي. حتى من نطير كتاب مفتوح ماكو. قدرين تتفضلين ست. روح. شكرا. مع السلامه. نعم. يلا شو عندك راجعه؟ الاوراق. يمه صفر. كل حصه راح تاخذين صفر. حقها. ما يشفي غليلي بس الصفر. يمه الحصه صفر. يمه المدرسه كلها صفر. يمه مسمومه شم كلها. بس عمي حقها حقها بالله. هاي شم صخمه شم عزيه. انت المال خطف.